إلى الأفق البعيد نرنو، وإلى خليجنا العربي العريق ننتمي. ننظر ملء أعيننا ونرى شروقا دائما متجددا عبر كل غروب. من مستقبل قطر المشرق، من الطموح إلى غد واعد بالازدهار والنمو والتنمية. من الرؤية، رؤية قطر الوطنية 2030، تبدأ الإرادة لتحقيق الغد ومستقبل قطر. التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية أربعة أسس تمحورت حولها رؤية قطر الوطنية، ولكل محور من هذه المحاور مجموعة أهداف طموحة أراد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر الشعب القطري الطموح وبالإرادة الجامعة تحويلها واقعا وإنجازات ملموسة. دارت عجلة إعداد استراتيجية التنمية الوطنية لتكون محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لقطر، وستنقل قطر بالكامل إلى حيث يستحق أهل قطر، إلى عالم القرن 21. إنها استراتيجية لمستقبل مستدام تستمد جذورها من تقاليد المجتمع القطري الأصيل ومن قيمه الراسخة. غد قطر من تاريخها ومن ماضيها، مشروع يوفق بتوازن تام ما بين متطلبات الأجيال المقبلة وحاجات القطريين الراهنة، فلا يضحي بهذه من أجل تلك ولا يهمل جانبا بسبب الآخر. استراتيجية التنمية الوطنية تساهم في إفساح المجال أمام جميع المواطنين القطريين للاستثمار الأمثل لطاقاتهم الكبيرة، ويبنون مستقبلهم عبر إرادتهم وبأيديهم. الأهم من ذلك كله أنها استراتيجية صنعت لقطر وفي قطر، استراتيجية وضعت من أجل القطريين، لأنهم جميعا سيستفيدون من نتائج خططها وبرامجها، وهي أيضا استراتيجية وضعها القطريون، لأنها ستكون ثمرة جهد وطني عام تشترك فيه كل فئات المجتمع القطري، وورشة كبيرة يساهم فيها جميع القطريين والقطريات. على هذا الأساس نطمئن أننا نسير على الدرب الصحيح، لأننا على ثقة غدنا مشرق كماضينا نبنيه معا بأيدينا.